تكلم. السلام عليكم. تلفز اخويا ما تقولش في موضوع الحريه. عندي برشا ما نقول يا اخويا. اخويا مو حريه تعبير توا توصلوا لي كلام هذا توصلوه لي يا قدام الناس الكل. مو حريه تعبير يا اخويا نقصونا شويه من الحريه. بصراحه كنت نجموا نحيوه هذه حاجه اسمها حريه اخويا نحيوه. تشوف الحريه تاعنا ونوصلت يا اخويا. صباح حريه عشيه حريه ليل حريه يا اخويا. هاي ثم بلدان ثم شويه عايشك ثم بلدان قاعده بلاش حريه ولبس عليها. نحن عملتوا لنا الحريه هذه ما فهمتش علاش يا اخويا. نحونا يا اخويا نحن ما عادش عندنا بيه ما عادش تحب الحريه. تحب الحريه انت؟ تحب الحريه ما تحبش. نحونا ما عادش حاسنا بحاجه اسمها حريه. يزي كره ليها الحريه فدينا منها. كنا لبس علينا رايضين هكا ولا كنا لبس علينا رايضين متفرهدين يا شيخين. حتى تونا الحريه هذه ناس هاربوا وناس من ماكله بعضها ناس كلوا للتف. يزي اخويا من الحريه ما عادش عينا بيه. ديمقراطيه هذيك اخويا كانت نجمو ديمقراطيه شويه نحونا منها زاد. يزي من الديمقراطيه كرهتونا في يمها بصراحه. كل يوم ديمقراطية كل يوم حرية. لا ناحي اخوياك ثم بلد بلدان ما فيهاش حرية عايشين امور اموات. صحيح ولا ايه؟ صحيح ولا ايه؟ يا كاو عندك ما تقول انت في الكلام نحكي فيه ما عندي. ما عندي ما نقول. تفضل توصل لي كلامي يا اخويا. مو حرية تعبير ولا يا استاذ كلم فيك توصل يسر يسر قلت ربي يسر. الحرية هذه وقتاش نحوها؟ اعطونا اخويا وقت اعطونا موعد وقتاش نحيوها حاجة اسمها حرية. تو سبعة. لا 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 بالحق في شرط الحريه وين وصلت هذه الحريه وين توصل هذه هي شو معناتها الحريه. تجي تتكلم تاكل الكف كرتوشي خايت هذه الحريه وين وصلت. ستوب تويس في البركه بارك الله فيك عايشك.